التنسيق بين مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، إضافة إلى التكوين وترقية النصوص القانونية، هي أهم التوصيات التي خلص إليها المشاركون في الندوة الوطنية حول المخاطر الكبرى. من بين هذه التوصيات تدرج أو تعطى الأهمية القصوى اللازمة للجانب أو الجانب المتعلق بالمورد البشري وبتكوينه وبتأهيله، تأهيله الدائم. إلى جانب الهيئات المختصة، المواطن هو الآخر شريك في المعادلة. كل هذه التوصيات مهمة جدا، لكن على سبيل المثال قال منع البناء على حواف الأودية مثلا، هذا ما يتطلبش منا باش نوضع له دراسات ونوضع له امور ونوضع له، لا، ولجنة متابعة لتجسيد كل هذه التوصيات ان تحدد المستويات، المستوى التوصيات الاستعجالية، التوصيات التي هي توصيات تتطلب وقت متوسط في تجسيدها، وكاين فيه توصيات مرتبطة بالدراسات والكثير من التوصيات اللي تنتظر يمكن أن نضعها في خانة التوصيات ذات المدى الطويل. توصيات منها ما هو استعجالي ومنها ما يتطلب وقتا لتنفيذ مخطط الوقاية خلال 6 أشهر القادمة، والهدف يبقى تجنيب المواطن قدر المستطاع مخاطر الكوارث الطبيعية.